هنسجل ان شاء الله او تسمعوا مني كل الجراحه باذن الله، نظري، كلينيكال، اوبراتيف، اكس راي، حتى ريفيجن. هنتعلم ازاي نجاوب شفوي، هنتعلم ازاي نكتب نظري، ازاي نتصرف في بروبلم سولفنج. القصه دي هي سيستم اي اتش، سيستم الدكتور علي حسين. مرحبا بكم يا اولاد في السيستم، بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع المحاضره مش عارف رقم كام في هاو تو انسر تكست كويستشنز، واحنا في البيريتونيوم. جنرايزد سيبتك بيريتونايتس. خدوا بالكم اللي هقوله ده، انا مش عارف طبعا كوزس، مفيش باثولوجي معين، مش محتاجه حاجه، لكن الفيت رائع. ريزوليوشن لوكاليزيشن سيبتيميا. اما لو جه سؤال كومبليكيشنز يبقى هنشيل طبعا الريزوليوشن، وهنتكلم على الفليرنج اب وعلى السيبتيسيميا، ونتكلم على المالتيبل اورجان سيستم فيلير، ونتكلم على المصف اللي هو في السيبتيك شوك ام او، ونتكلم على السيرس اس اللي هو سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم اللي في السيبتيك شوك، لو جات الكومبليكيشنز. كلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر دي هتتزنق لها في كثير من الحتت اللي فيها بيريتونايتس، يعني انت عايز تقول لك كومبليكيشنز اوف اكيوت كاركوكورسيستايتس هيكون فيها بيريتونايتس نص في المئة صحيح، كومبليكيشنز اوف اكيوت ابنسايتس فيها بيريتونايتس. محتاجين تدرب نفسك تلخص الكلينيكال بيكتشر دي، ما تكتبش كبيره كده، تختصرها شويه، مش شرط بالصوره الكامله، لانها تقول مثلا جنرالايزد بين عنيف جدا مع كوف تندرنس مع جنرالز جاردنج ريجيديتي تندرنس ريباوند تندرنس شيفتنج دالنس، ممكن نلاقي اوبليتريتد ليفر دالنس لو كان بيرفوريتد فيسكس. اما كلينيكال بيكتشر تكتب بالتفصيل كده هنا طبعا، انه يزيد عليها تايب اوف بيشنت. يزيد تايب اوف بيشنت، هيبقى ايه بقى؟ هو ات ويل ديفر اكوردنج تو ذا ايتيولوجي. اي جي في حاله الاكيوت ابنسايتس هي اكتر في مين؟ في بتحصل في سن مين؟ 20 30 سنه، ورير في الكبار والصغيرين. هاويفر ممكن بقى هنا اتمنظر شويه اقول انه البيريتونايتس اكتر بتحصل في السن الكبير والصغير والبريجننس والديابيتكس. طيب الانفستيجيشنز تزود روتين بري اوبرتيف طبعا، ديفرنشال دايجنوزز زوده، اذر كوزز اوف اكيوت ابدومين. ونقطه خلاص، لو نفسك تقول هتقول اكيوت ابنسايتس، هتقول بانكرياتايتس، هتقول اكيوت كوليسيستايتس، بزيحه الانفلاماتوري اكتر. المانجمنت زي ما هو مكتوب عندك، كتر خيرك. لو جالك بقى اللوكالايزد ما جاتش قبل كده، لكن تيجي الياك ابسس بلفيك ابسس بالذات يجي، فهتكتب اللي عندك ديفينيشن وكوزس وكلينيكال بيكتشر مشروحه كويس قوي، والتريتمنت مش مستاهل نفكر لك في ديفرنشال دايجنوزيس. برضه تايب اوف بيشنت ممكن تزوده في الكلينيكال بيكتشر، ات ويل ديفر اكوردنج تو ذا الكوز اي جي اكيوت ابنسايتس، وده في الايلياك والبلفيك. هتزود هنا هو الانفستيجيشنز طبعا، سونار وسي تي ولاب، هتلاقي لوكوسايتوزيس و روتين بري اوبرتيف اذا كنا هنخش عمليات، لان احنا هنعمل له غالبا بيركوتينيوس اسبيريشن. السبفرينيك ابسس قايله لك زمان قوي، ده من الاسئله ليها اناتوميكال انترودكشن، فتبدا بالاناتوميكال انترودكشن وايتيولوجي وكلينيكال بيكتشر، وهو هنا اظن كاتب انفستيجيشنز كتر خيره والتريتمنت بتاعنا. التي بي بيريتونايتس سيبهولنا لما اقول اكلمك على ورقه جنرال لكل التي بي باذن الله. امتى هقولها لك الورقه دي؟ ان شاء الله مع الاورثوبيديك، عشان ده ختام تعاملنا مع التي بي. ففي ورقه، في ورق الزيادات، الورق ده مهم قوي قوي، اسمه ورق الزيادات. واظن ده نازل عندكم على تطبعوه وتنزلوه. ففي ورق للتي بي، لو جالك سؤال تي بي في اي حته تمشي على فريم ايه تخلصه. فاجل لي التي بي دي لما هنروح للورقه دي ان شاء الله واحنا
بنراجع أورثوبيديك. ديفرنشال دايجنوزيس ما جاتش قبل كده، والسؤال ده مش جراحة قوي، لكن ممكن تيجي. احنا قايلين اي نقطة في كتابنا ممكن تبقى سؤال تكست كويستشنز، ما عندناش مشاكل. ميزنتريك سيست برضو ما جاتش قبل كده، لكن لو جات مرحب. هنكتب ايه؟ هنكتب اللي عندنا كتر خيرك، وبعدين الكلينيكال بيكتشر اللي هي التيلوس ترياد هنكتبها. ديفرنشال دايجنوزيس هنقول اذر كوزيس اوف هيوج ابدومينال سيست، اي جي بانكرياتيك سودو سيست واوفيريان سيست، تمام. والتريتمنت مكتوب عندك. الانفستيجيشنز سونار وسي تي وروتين بري اوبرتيف. هنزود ده على الميزنتريك سيست بعد اذنكم. تيبز ميزنتريك جت مره سؤال، ده تي بي، فهتاخدها على فريم التي بي اللي هنتعلمه لك ان شاء الله هناك في الأورثوبيديك. بيريتونيال تيومرز ما تجيش، ريترو بيريتونيال تيومرز ده بس اقراها يعني تورشن مومنتوم، لا ابندكس. اكيوت ابندسايتس مهمه جدا 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 جدا. ما تنساش ارجوك في الشفوي، بس حكايه الباثولوجي في نون اوبستراكتيف واوبستراكتيف، والسطر اللي تحتها ده مهم. في اساس لك انواعها يا ابني ايه؟ تقول له نون اوبستراكتيف، يقول لك لا يا ابني انواعها، وعايز كلمه كتارا وسابيوراتيف وجانجريدس. كومبليكيشنز اكيوت ابنسايت سؤال مهم مهم نظري. طيب هنكتب ايه؟ هنكتب اللي عندنا، بس هنزود تريتمنت باختصار لكل حاجه. تريتمنت الماس، تريتمنت الابسس، تريتمنت جي بي باختصار حبيبي. سب فرينيك ابسس هتزود كلمتين كلينيكال بيكتشر والتريتمنت بتاعه بورتال بايميا. خلاص هو مكتوب اللي هتكتب التريتمنت بتاعه بتاع الريترو ايليال. بيرفوريشن ميكوسيل لا مفيش حاجه، ريكرنت وده مكتوب عندك التريتمنت. ونزود رقم 8 برافو، كومبليكيشنز اوف تريتمنت اللي هي اي اي كومبليكيشنز اوف ابندكتومي، اي جي بوست اوبرتيف هيموراج او سيكال انجري. كلينيكال بيكتشر هنزود تايب اوف بيشنت موجود عندك هناك، اكتر في مين وفي سن كام، واكتر في الناس اللي كونستيبيتد، ممكن يكون بوزيتيف فاميلي هيستوري، كتر خيرك. الكلينيكال بيكتشر طويله قوي بتاعت الابندكس. مره جه سؤال كلينيكال بيكتشر اكيوت ابندسايتس بخمس نمر، وكان كتاب الاسم يعني هو ده الحجم ده اللي موجود، فارجوك ازاي تختصرها وانت بتكتب. احنا قلنا زمان في الجي ار نظري استكمال عناوين اهم من استكمال تفاصيل، فاعمل في الكلينيكال بيكتشر اللي عملناه زمان في الكلينيكال بيكتشر بتاعت البريست كارسينوما. خد اسهم كده، اول حاجه تايب اوف بيشنت، تاني حاجه سيمبتومز، تالت حاجه ساينز او اكزامينيشن، رابع حاجه سبيشال ساينز، خلاص خامس حاجه كلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز، والاخيره اتيبيكال كلينيكال فيتشرز. خد لو سمحت الخمس اسهم دول عشان ما تنساش حاجه. يبقى خلي سبيشال ساينز دي نقطه لوحدها، كومبليكيشنز نقطه لوحدها، والاتيبيكال نقطه لوحدها، ومعك كده سته بقى سيمبتومز وفي اكزامينيشن وفي تايب اوف بيشنت. ست عناوين لو سمحت يكتبوا وباختصار. اذا اتزنقت تكتب اي جي، يعني اتيبيكال كلينيكال بريزنتيشنز اي جي، مش شرط الثلاث حاجات، مش شرط البريجننت والاطفال والكبار، لا اي جي، واخترت واحده منهم، لكن المهم عناوينك واضحه وزي ما علمتك هناك وانت بتكتبهم باينين في سحابات في مستطيلات. استكملت كتابتك طبعا، برضو مهما عملت هتسحب عن الخمس دقايق زي بعضه، لكن ما بقتش تلت ساعه، ما دمرتلكش الامتحان. ال انفستيجيشن زود روتين بري اوبرتيف، وتكتب هنا جنب الانفستيجيشنز الجمله الشهيره انه دايجنوز باكيوت ابندسايتس از مينلي بيزد اون بروبر هيستوري اند كلينيكال اكزام. كتر خيرك. ديفرنشال دايجنوزيس رائعه،
ودي اللي انا باجلك من زمان قوي 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 في الديدي اكيوت ابدومين. كل ما تيجي حته فيها اكيوت كوليسيستايتس بانكرياتايتس بيرفوريتد بيبتيك ارسل زهقتكم اخيرا جت. هي يا اولاد ديفرنشال بالوز اكيوت ابدومين اتكتب في كتاب الاسم في حتتين. اتكتب هنا في الابندكس لانه الاكيوت ابندسايتس هي ديدي لاي اكيوت ابدومين. واتكتب هناك في الريفيو سابجكتس اللي جايين لها ان شاء الله دلوقتي برضو ديدي اكيوت ابدومين. انا جمعت لك الحاجات اللي هناك على هنا بقت نقطه واحده قدامك. فاللي قدامك ده هو ديدي اكيوت ابدومين لاي حاجه. وصح قوي يجي لك حته منه، ركز في اللي بقوله، يعني يجي لك سؤال ده مش تبع بقى الابندكس، ديفرنشال دايجنوزو بين رايت ايليك فوس of acute upper abdominal pain مثلا، فتختار الحتة اللي هنا وبس. انا ارجو انك ترسم ابدومين وحتى تجيب lower chest عشان ده داخل معانا، ومعاك upper abdomen ومعاك lower abdomen، وتعمل سهم الورا حاجات في الباك اللي بتعمل pain في الباك، وتعمل الرجلي شكل الام. شوف الفكره دي مش اي حد يقولها لك، انا بس اقولها لك ليه شكل الام عشان ميديكال كوزس ما تنساهاش. الميديكال كوزس ديفرنشال دايجنوز ده اي اكيوت ابدومين صح، وساعتها مش شرط اكتب كل اللي هنا، اكتب اي جي بس ميديكال كوزس. فعايز اقول تاني مهمه قوي قوي الصفحه دي في قمه الاهميه. تعالوا معانا، هو الديدي للابندكس عنوانين، اذر كوز اكيوت ابدومين دي اللي بشرح فيها دلوقتي، واذر كوزس ماسرات ايدك فصه جايين لها كمان شويه. لكن تعالوا معي، ثوراسيك بروبلمز تعمل بين ابر ابدومين، وما تنساش تقول بيزل انفاركشن عشان دي اخطرهم على الاطلاق، وابر ابدومينال بين بروبلمز عندك، ولور ابدومينال بروبلمز، وتاخد بالك ايه ينفع رايت ايدك فصه وايه ينفع ليفت. الوحيد اللي تنفع ليفت بس الدايفرتيكولايتس، واغلب الحاجات تنفع رايت وليفت مش كده ولا ايه؟ لكن الطيفويد فيفر رايت اكتر، الميكل رايت، الكرونز رايت، الكانسر سيكم رايت، ايليك ادينايتس تنفع رايت وليفت، نون سبيسيفيك ميزنتريك تنفع رايت وليفت، بيريتونايتس رايت وليفت، اكيوت دايفرتيكولايتس ليفت. عشان لو اختار رايت او ليفت تبقى عارف تمام. وما تنساش تحط في دول لو جه سؤال بين لور ابدومين اكيوت ابنسايتس. أرجوك أما أشرب شفطة شاي هدي أعصابي. لو سمحت هي ما كتبتش هنا ليه؟ أصل أنا كنت كاتبها في الديدي، فلو سمحت اكتبها من دلوقتي. أكيوت أبنسايتس. طيب بيلفيك بروبلمز دي مهمة جدا جدا، والبيلفيك تعمل رايت وليفت برضه هتزودها. لو قال لك بين لور أبدومين يبقى هتاخد سي وتاخد دي. الجاينيكولوجيكال والبروكتايتس سيستايتس بروستاتايتس يورولوجيكال بروبلمز تعمل بين لور ابدومين وتعمل بين ابر ابدومين وتعمل رايت وليفت، فلو سمحت تضيفهم تاخد اسهم منهم. فلو جالك سؤال بين لور ابدومين هتكتب ايه؟ هتكتب دول وتكتب بيلفيك بروبلمز وتكتب يورولوجيكال بروبلمز، والميديكال اللي هي الميديكال تنفع لور وتنفع ابر وتنفع رايت وتنفع ليفت. فهمنا ولا ما فهمناش الصوره دي؟ يبقى تاني لو جالي بين ابر ابدومين هكتب اللي عندي واكتب يورولوجيكال، اه طبعا تتزود يورولوجيكال، واكتب ميديكال. طب بين لور ابدومين هكتب اللي عندي واكتب بيلفيك ويورولوجيكال وميديكال. ماشي كده يا اولاد؟ طيب مهمه قوي، واذا السؤال دي انت ادرى الناس واشطر الناس، فتكتب في الديفرنشال دايجنوزيس كلينيكال بيكتشر مختصره لكل واحده، والانفستيجيشنز خليها مجمعه. هتروح كاتب كده وده موجود هناك في الريفيو سبجكتس اللي جايين لها دلوقتي ان شاء الله. هتكتب لاب مثلا فهلاقي لوكوسايتوزيس في مين، هلاقي سيرم اميليز عالي عندي مين، هلاقي الليفر انزيمز عالي عندي مين، اقول الكلام ده، هلاقي اليورين في باس سيلز عندي مين، اسمه لاب. وبعد كده بلين اكس راي هلاقي ستون هنا، او الاقي اير اندر دافراج، او الاقي فلويد ليفلز في سام ابستراكشن، سونار هلاقي ايه؟ هلاقي ستون في المراره ممكن، هلاقي ستون في الكدني او في باك بريشر على الكدني. يعني اكتب اي جي على طول وانا ابص على الازمه اللي كاتبها
ايه يبان في السونار فيها، مش السونار مش مفيد في كلها لكن اختار ده. ماشي يا اولاد؟ سي تي ابدومين لو كنا محتاجين دياجنوستيك لابروسكوبي. طيب فالانفستيجيشن مفرقه ومفيش ديدي للديدي. محدش فهمني يعني ايه مفيش ديدي للديدي غير لو كان سمع اول محاضره ليا في المجموعه دي لو سمحت. قبل ما اسيب الالم بسال في ديدي للديدي؟ مفيش ديدي للديدي هنا. خلاص يبقى السؤال ده مهم قوي قوي قوي. ديفرنشال دياجنوستيك بين في حته معينه وازاي تكتبه، ارجوك اقعد دلوقتي ركز فيها جدا جدا واحفظها. اديني اجلتها لك بقالي زمن. وهناك لو كنت في البنكرياتايتس وفي لو في البنكرياتايتس بيرفورال بيبتيك، بعد ما قلت الاكيوت ابر ابدومينال بين هتقول ات ماست بي ديفرنشيتد مينلي فروم اذر كوز اوف اكيوت ابدومين اند شوك، وملتهم لك بقى هناك اللي هو البيزل انفاركشن رابشر ابدومينال اورتيك انيوريزم بيرفوريت بيبتيك وبانكرياتايتس وميزنتيريك فاسكولار اوكلوجن. كوزس ابدومينال بين، ابدومينال اند باك بينز، ده ان بي يجي سؤال لوحده ممكن. خلاص لو جالك سؤال ديفرنشال دايجنوزيس ابنديكولار ماس يجي، هو الحقيقه مشي كده، يجي ديدي ماس رايت ايدك فص، وكالعاده رقم واحد تكتب ابنديكولار ماس وابنديكولار ابسس وتكتب كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشنز تمام، وكانسر سيكم تتكلم كلمتين عليه. بفكرك بقى الحركه دي عملناها قبل كده في كارسينوما ستومك لما جت كجزء من سؤال جاستريك اوتلت اوبستراكشن. كارسينوما سيكم تيجي برضو زي الاستومك، يا مكلكع يا بيرجع يا بيتوجع يا مهكع. هو جه لك ماس وهتقول بقى يجي كده؟ لا دي ماس، فقول مع الماس ممكن الاقي خلاص يا اما ديتيريوريشن كونديشن يا اما عنده فوميتنج عنده بين. طيب لكن في ماس اساسا الكرونز، اقول عليه كلمتين من عند الكرونز، التي بي رايت ايليك ادينايتس، ودي مش لينف اكتر من رايت ايليك لينف نودز. ايليك لينف ادينايتس عمرها ما عملت ماس. لينف نودز كون اي جي لينفوما والاكتاين مايكوزس، قول كلمتين موجودين معانا في بارت 4. تزود لو سمحت هنا اكتوبيك كدني، تزود استكمال الشكل بارايتال ماس، ماس طالعه من الابدومينال وول، اي جي ديسمويد تيومر او يكون لايبوما حتى ابدومينال وول، تزود حاجات ريترو بيريتونيال ماس، اي جي ريترو بيريتونيال لايبوما او ريترو بيريتونيال ساركوما طالعه من المصل، تزود ارتيريال فاكرين استكمال الشكل، فنقول انيوريزم في الاكسترنال ايلياك ارتري عشان ده اللي ماشي في الحته دي، انيوريزم اكسترنال ايلياك، بس ده كده استكمال الشكل في الحته دي تزودهم لو سمحت. التريتمنت اكيوت ابنسايتس مكتوبه بالتريتمنت اوف كومبليكيشنز في كل حاجه، والنيوبلازمز ما مهمه لكن ما تجيش حاجه. الانتستين انستاينال تروما حالا خلاص جايه لنا دلوقتي ان شاء الله. ورقه برضو في ورق الزيادات ده مهمه جدا 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 في الابدومينال انجريز كلها. انا في التي بي قلت لك هنجيلها في محاضره تانية، لا هنا بوعدك ان شاء الله دلوقتي واحنا قاعدين هنخلص القصه دي باذن الله. اللي احنا من ساعه ما بدانا في بارت 2 بتاعنا دون عدينا على السبرين وعلى الليفر وادي الانتستين، وكل مره اقول لك هنجيلها في ورقه جنرال ابدومينال انجريز. خلاص ان شاء الله نوفي بهذا الوعد دلوقتي ان شاء الله. انستاينال فيستولا مهمه بالذات ماجستير، لكن تيجي طبعا بكالوريوس، انما يعني بيعتبرها صعبه شويه عليكم، فمهمه انستاينال فيستولا. ديفينيشن باثولوجي ايتيولوجي مانجمنت، مفيش حاجه جديده، ما فيش، هي دي زي ما مكتوبه كده كتر خيرها. الميكل يجي نظري، ما اذكرش انه جه قبل كده لكن يجي، والحقيقه كان زمان ما بيجيش، كان له جارات كتيره قوي فبتسال في الجارات كتيره قوي شفوي، فكان مهم قوي شفوي. اظن دلوقتي يجيبوه لانه بعد امتحانات الجارات ما بقت مش بالشكل قوي الكلاسيك ده وصوره وكده، فالميكل لكن زي ما هو ما فيش حاجه. لا ممكن نزود ديفرنشال دايجنوزيس، قول ان الدي دي ات ويل ديفر اكوردنج تو ذا برزنتيشن، اي جي
لو جاي بدايفرتيكولايتس يبقى اذر كوز بين رايت ايليك فوسا اي جي ابنسايتس. لو جاي ببليدنج بريكتم اذر كوز بليدنج بريكتم. ماشي الكلام؟ بس لو جاي باي او اذر كوز باي او اي جي انت سسبشن مثلا. دايفرتيكولار ديزيز اوف ذا كولون مهم نظري طبعا طبعا. والكومبليكيشنز بتاعته سؤال لوحده. والديفرنشال دايجنوزيس بتاعه نمشي الاول الكومبليكيشنز. لو جات الكومبليكيشنز هتكتب اللي عندك، بس هتتكلم بقى كلينيكال بيكتشر اوف لوكالايزد بيريتونايتس يعني ايلياك ابسس وكلينيكال بيكتشر اوف جي بي بيخطب بسرعه وبليدنج بالريكتم تتكلم عنه شويه انه بقى ماسيف بليدنج وعنده شوك الى اخره. كرونيك دايفرتيكولايتس وماس ليفت ايلياك فوسا وفيستولا فورميشن مش محتاجه شرح كتير. وبعدين complications of treatment i.e. complications of surgery ونقطة خلاص. نيجي بعد ما شانك حاجة في complications of surgery حاليا كلام كتير قوي هنا، فلو دخلنا فيه هنبقى كلامنا مش مظبوط، فكفاية كده complications of surgery ونقطة. طيب ال differential diagnosis عنوان مش مكتوب عندك ازوده. it will differ according to the presentation. فالستيج بتاع الدايفرتيكولوزيس هيبدا يبقى الديدي بتاعه كولايتس. طب الكرونيك دايفرتيكولايتس ماس اذر كوزز ماس ليفت ايلياك فوسا، هي اسباب ماس ليفت ايلياك فوسا موجوده عندك في السيجمويد كارسينوم موجوده هناك، ابقى ارجع لها. ودي سؤال نظري هنعدي عليه دلوقتي ان شاء الله، ما اعرفش ولا مش هنلحق في المحاضره دي. ببص على الساعه، طيب عندي ميعاد مهم بعد نص ساعه. ف بس والله يا ولاد كان بقالي يومين ثلاثه ما سجلكوش وحشتوني فعلا، يعني كنت مشغول قوي. لا يومين ثلاثه ايه، حوالي 10 ايام كنت سافرت بره مصر ورجعت، فوالله وحشني جدا. ربنا يخليكم يا رب. وحشنا ازاي كنت ما بتشوفناش؟ لا انا حاسس بيكم، حاسس بكل واحد، حاسس بكل واحد قاعد، حاسس بالالام اللي انت حاسس بيها، قعدتك على الكرسي الناشف اللي انت قاعد عليه، البين اللي بيحصل في الاسكيال تيبروستي بتاعك دلوقتي. يا ابني انا حاسس بيك، جدو علي واقف جنبك. يلا يا حبايبي، كنت بتكلم على الديدي. فماس ليفت ايليك فوسا لو جاي ببليدنج بريكتم اذر كوز اوف بليدنج بريكتم. ماشي الكلام؟ وهكذا. التريتمنت شرحك حلو قوي قوي قوي. لو انت فاهم بقى اللي انا قلته لك في الجنرال برنسبلز بتاعتنا بتاعت الكرونيك سيرجري هتكتب هنا تبدع في التريتمنت زي ما انا شرحت لك سي في الشرح. انفلاماتوري باول ديزيز مهم قوي. وجي مره سؤال قول الالسراتيف كرونز ان كومباريزون ان تيبل، وهي مش مكتوبه كده حتى في كتاب الاسم، فهو كان السؤال جاي من عندنا احنا من كتابنا. ونفس اللي عملناه هنزود ديفرنشال دايجنوزيس يا سيدي الكل، وهنقول ان اذر كوز اوف انفلاماتوري باول ديزيز طبعا واي جي كرونز ألسرتيف كرونز، والاثنين بقيه الحاجات خلاص بالهرزيا الكولايتس التي بي انترايتس الى اخره. طيب تاني حاجه في الكرونز اذر كوزز ماس رايت ايلياك فوسا ده في الديفرنشال دايجنوزيس. كتر خيرك، مكتوبه كويس ومشروحه كويس. بالهرزيا الكولايتس نزود ديفرنشال دايجنوزيس برضو ات ويل ديفر اكوردنج تو طبعا كلينيكال بيكتشر زود تايب اوف بيشنت الراجل بتاع بالهرزيزيس، وزود وخد بالك من الكومبليكيشنز بالهرزيا الكولايتس. قلت لك في الشرح اتمنى كنت قلتها ناسي قلت وانا ما قلتش. خد بالك اهم حاجه ان مفيش كومبليكيشنز مهمه لا اي او ولا كارسينوم، ولذلك كومبليكيشنز مش هتفتكرها. ايه برولابس وبوليب وسترانجوليشن لبوليب وكلام ده بدا يعني ايه، فخد بالك من الكومبليكيشنز ممكن تيجي طبعا سؤال نظر. ويبقى فيها برضه كومبليكيشنز اوف تريتمنت لو انت عارف حاجات من التريتمنت بتاع الانتي بالهرزيال تكتب كده اي جي كومبليكيشنز اوف انتي بالهرزيال تريتمنت. الدي دي ات ويل ديفر اكوردنج للبرزنتيشن، جايه بماس ليفت ايليك فوسا يبقى اذر كوز ماس، جايب بليدنج بريكتم اذر كوز، جايب البوليبس اذر كوز اوف بوليبوزس كولاي اي جي فاميليال بوليبوزس طبعا. التي بي عشان خاطري زي بعضه هنأجله
للورقه بتاعت التي بي اللي هناك عند الأورثوبيديك. ورقه جباره، كان نفسي اخدها دلوقتي بس نخلص كله مره واحده. ارجوك ارجوك ارجوك، اذا جه سؤال انتستاينال اسكيميا، اذا جه سؤال انتستاينال اسكيميا، لا تنسى ان هو اكيوت وكرونيك، وان الاكيوت ثلاث انواع. ارجوك لا تنسى خلاص، ويا ريت اللي هم الاكيوت ميزنتريك فاسكولار والنون اوكلوزيف والفوكال انتستاينال اسكيميا، وتكتب كلمتين على الاسكيميك كولايتس كمان خلاص. لكن السؤال جاي بعد الانترودكشن دي ان في كرونيك وفي اكيوت، الاكيوت انواعها هاويفر وين منشند ات يوجوالي مينز اكيوت ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، وزيك زي اخواتك يا سيدي الكل. الديفرنشال دايجنو اذر كوز اوف اكيوت ابدومينال بين، وتكتب شويه امثله من اللي عندك هناك بقى، ما انت خلاص اللي هي ابر ولور ده بيعمل في كل حته، فتختار الحاجات الجنرال اكتر. انسانال اوبستراكشن، بيريتونايتس، بيرفوريتد بيبتيك ألسر، الحاجات الجنرال بتاعتنا، وبالذات الحاجات بين وشوك وتقولهم، وبالذات من كل دول البانكرياتايتس. شكرا. انسانال اوبستراكشن من اروع ما كتب في ورق الزيادات اللي موجود عندكم الاي او، ولدرجه انا لو رايق ان انا اطبع تاني الكتاب دون واعدله هكتب الاي او من ورق الزيادات مش من هنا. وانت عمليا هتسمع محاضراتي وتذاكر من الاول مره من هنا، بس خلاص هترمي ده وتذاكر من ورق الزيادات. تعالوا معانا، يا ريت يكون ورق زياده قدامكم لو سمحتم وتقلبوا معايا. اول ورقه جنرال اي او، لان السؤال الاي او هيجي طبعا مهمه جدا 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 نظري، وخدوا قانون لازم اي ورقه نظري، ده تراث يمكن يفوت على بعض الاساتذه ممكن، لكن ده تراث، لازم سؤال اي او. يعني ايه سؤال اي او؟ يعني اللي قدامك ده من ساعه ما هبتدي لغايه ما اخلص الجنرال والاربعه السبيسيفيك، ويضاف ليهم كارسينوما كولون وريكتم عشان بيعملوا اي او، والسترانجيوليتد هيرنيا. ما فيش امتحان يخلو من سؤال من الحته دي، ويبقى سؤال كبير من ابو 20 نمره و15 نمره مش 5 نمر. الكوبايه كانت فاضيه واتملت، عارف خدتوا بالكم، مركز في مستقبلك، سيبني اشرب شاي، هي الكحكه في ايدي لتي معاك بقى، دي كوبايه شاي. لا اله الا الله، نقول طعمها مش مظبوط ليه؟ قلت لكم بصين لي فيها. يا سلام. يلا يا سيدي. الجنرال اي او ديفينيشن يعني ايه اي او؟ مهم قوي تحفظ العناوين دي. وبعدين كلاسيفيكيشن، ولو فاكر متقسمه حسب انواع كتيره. الليفل والباثولوجيكال الى اخره. الايتيولوجي بتاع الميكانيكال كان موجود، الباثولوجي. والباثولوجي دون انا عامل لك سهم الايتيولوجي. عشان افكرك الايتيولوجي كان حاجه في اليومن، حاجه في الول، حاجه بره الول، في الورقه اللي قدامك خد بص يمينك. واللي في الول كونجينيتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. الباثولوجي عامل لك سهم، يعني خد بص معايا، الباثولوجي يا سمبل يا سترانجيوليتد والليثال افكتس، والسمبل ديستال وبروكسمال وات سايتس، والبروكسمال جاز وفلويد وهايبر بريستالسيس. حلوه قوي تحفظها صم لو سمحت. كلينيكال بيكتشر هيزيد تايب اوف بيشنت في كله الاول لو سمحت. وبعدين سيمتومز، والسيمتومز عامل لك جدول صغير، يعني بفكرك ان السيمتومز هنا كان في الكاردينال سيمتومز بتاعت الاي او، وكانت ليها جدول في الهاي سمول لو سمول والكولونيك. الاكزامينيشن جنرال والانسبكشن بالبيشن اوسكالتيشن وبي ار، ما تنساش البي ار. كلينيكال بيكتشر اوف سترانجيوليشن، وهنا عامل لك جدول اللي هو يفرق بين الاسترانجيوليتد والسيمبل والباراليتيك ايليس، وكلينيكال بيكتشر اوف كومبليكيشنز. تمام. ويجي سؤال كومبليكيشنز لوحده بتاع اي او. الانفستيجيشنز اللاب، احفظ الجنرال ده صم. ما هقول لك ليه؟ عشان لما يجي اي سؤال سبيسيفيك انت هتاخده للجنرال. احنا لما رحنا كتبنا السبيسيفيك كتبناه معتمدين انك معاك الجنرال.
يوم طالب بغباوته يجي له سؤال في السبيسيفيك يروح كاتب السبيسيفيك بس. لا يا حبيبي، وده اللي احنا عملناه، ما سبناش دي بقى لذكائك واجتهادك. لو سبناها لذكائك هتمشي كويس، لكن لاجتهادك مش شرط تمشي كويس. فانا خلصتها لك هنا، ادعو الجدو علي. خدت لك انا كل السبيسيفيك حطيته لك على الجنرال. ليها ميزتين جبارين. اول ميزه حاجات ما كنتش هتكتبها، كتبناها زودناها. لا، اهم من التزويد حاجات كنت انت مذاكرها موجوده قدامك في السبيسيفيك بس هتنساها. فلما تيجي تمشي على عناوين الجنرال واحده ورا الثانيه هتفتكرها، هتجيبها لك. فبقت مذاكره الموضوع ده من اسهل ما يمكن اذا ذاكرته على عناوين الجنرال. عرفت اقول ولا ما عرفتش؟ ربنا يستر. انفستيجيشنز لاب وبلين اكس راي ويو اس ودبل انيما تيست وبريم انيما، زود ديفرنشال دايجنوزيس لو سمحت. مش موجود هنا في الجنرال. اذر كوز اكيوت ابدومين، مش كده ولا ايه؟ وفي حاجات ليها سبيسيفيك كلينيكال بيكتشر. واذر كوزز اي او ات ذيس ايج، يعني جنرال اذر كوز اكيوت ابدومين واذر كوز اوف اي او ات ذيس ايج. وات تريتمنت بري اوبرتيف دريبان ساكوا كونزرفاتيف واوبرتيف. ويلا بينا، يلا بقى نروح بسرعه الاول للجنرال ليكون في اسئله مهمه. الكلاسيفيكيشن تيجي سؤال نظري. كومن كوزز اي او اكوردنج تو ذا ايج مهمه جدا 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 جدا. ممكن اقول لك كده مانجمنت اوف اي او في واحد عنده 55 سنه. فيبقى انت محتاج تعرف، ارجع بقى للنظري، هتقول ايه الاسباب بتاعت كل واحد بتاعت السن ده الكومن في السن ده، تبدا بيها، تبدا بالايتيولوجي ده. وطبعا تبدا ان الموس سيريس في الوقت ده كارسينوما كولون وريكتم طبعا، او كولون بالذات. وبعد ما كتبت كده مانجمنت يعني ايه، كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن ديفرنشال دايجنوزيس تريتمنتس، فهتقوم كاتب بقى ايه الكومن كوزز دول وتتكلم على كل واحده فيهم بسرعه. الاي او هيبقى شكله ايه والحته السبيسيفيك بتاعتها. وبعد ما قلنا ده انفستيجيشنز جنرال طبعا هتقولها جنرال، وتقول بقى في البريم ان ما هنا اشوف ايه وهنا اشوف ايه، في السونار هنا ممكن اشوف ايه هنا ممكن اشوف ايه وهكذا. وبلين اكس راي هتلاقي فلويد ليفلز اكيد طبعا، ريكت وسوباين، وهتلاقي الليفل بتاع الاوبستراكشن فين في كل واحده من دول، والتريتمنت سبيسيفيك لكل واحد. فمهم قوي 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 تبقى عارف كل سن ايه اللي بيجي فيه، لان انا هخبطها لك كده. وغالبا لو السؤال ده جه مش هيجي غير في السن الكبير شويه. وانا بشرح لك قلت لك ان كلمه إلدرلي دي اللي هنا هو مش مظبوطه قوي. قلت لك اعتبر اللي فوق 50 سنه يخشوا في دي، لك ان إلدرلي يعني فوق 70. لكن اتكتبت كده في كتاب الاسم. ماشي يا اولاد؟ معرفش ليه حسيت انها كروت الحته دي. تاني مانجمنت اي او في واحد عنده 55 سنه، ارجوك هتبدا بانترودكشن يعني ايه اي او، ان اخطر حاجه عندي هنا المالجنسي. وبعدين ايتيولوجي، تقول الحاجات الكومن كلها بالترتيب. مفيش مانع ترجع بقى للجنرال تقول بقى الاذر كوزز، يعني مفيش مانع، بس الاساس الكومن بتاعنا. وفكرت ان الاي او يعني يخش فيها باراليتيك ايليس مش شرط ميكانيكال. الميكانيكال شلنا باراليتيك ايليس. فكتبت الاسباب وتيجي تتكلم على كلينيكال بيكتشر بتاعت كل واحده منهم، وبعدين تتكلم على انفستيجيشنز جنرال، وتتكلم على ديفرنشال دايجنوزيس اذر كوزز اوف اكيوت ابدومين من غير اي جي، وبعدين تريتمنت تقول جنرال بري اوبرتيف فيهم كلهم زي بعض ريبان ساك كونزرفاتيف اي جي مين فيهم ينفع كونزرفاتيف، مش كله ينفع كونزرفاتيف. فيكال امباكشن مثلا ما ينفع، ده في ينفع فيه ده اساسه كونزرفاتيف، لكن كارسينوما كولون قفلت ما فيهاش كونزرفاتيف، فتقول سيجمويد فولفس اقول الكونزرفاتيف بتاعه. وبعدين سيرجيكال تريتمنت ات ويل ديفر اكوردنج تو ذا كوز واي جي، وتختار حاجتين ثلاثه تقولهم. هيرنيا سترانجيوليتد تنفع كونزرفاتيف، تقول تاكسز بس تكتب بخط كبير جنبيها لسه ما وصلناهاش بيتر افويدد. زمان وانا بشرح لك في التاكسز قلت لك ما تقولوش في الشفوي الا لو سئلت عنه، دي اغنيه انا اللي مالفها اسمها لا تذكره الا لو سئلت عنه، وانا ملحنها. دي اغنيه عاطفيه بعيط فيها، بتقول مش هغنيها، لا
شكلكم مش حاسين بالمشاعر بتاعت الكلمات، كلمات مؤثرة لا تذكره إلا لو سئلت عنه. ليه؟ لأنك هتيجي في الشاف وتقول له تاكسيز يروح شتمك. تاكسيز هتقول لي تاكسيز، أنت لسه هتقول له يا فندم بيتر أفويدد. لا مش هيسمعك بيشتمك، تقول له طب فندم بس اسمعني قول طيب بيتر، وهتقول لي بيتر كمان بتقول تاكسيز يا عم هقول لك بيتر أفويدد. فأقول له حتى أفويدد بيتر يبقى أسهل لك. إنما في النظري تكتبه، ولو اتسألت عنه تقوله، لأن البعض الناس حافظين الأغنية غلط، حافظينها لا تذكره حتى لو سئلت عنه. لا، إذا سئلت عنه قول وتقوله ده avoided better يا فندم، لكن عشان الكومبليكيشنز بتاعته. لكن كنت اللي حضر كل القصة دي التاكسيز من الكونزيرفاتيف فيلسترانجيوليتد هيرنيا، الأدهيزف أساسا كونزيرفاتيف. طيب يبقى عشان كده دي مهمة بتاعت كل سن دي. باثولوجي وكلينيكال بيكتشر، واحنا زودنا خلاص الديدي بعد اذنكم، لكن قبل ما اسيب ده في صفحه 108 بيكتشر اوف كومبليكيشنز، سؤال كومبليكيشنز اي او يجي سؤال طبعا نظري، هو مهم جدا نظري. فهتكتب اللي عندك الشوك سواء هاي فوليميك او سيبتك، ممكن تكتب شويه كلام عليها بس خايف تغرز عشان كلامها كتير، وتوكسيك ابزوس ترانجيوليشن تتكلم شويه على كلينيكال بيكتشر اوف ترانجيوليشن بتبقى عامله ازاي، perforation peritonitis كلمتين على peritonitis، و respiratory complications، ورقم 7 complications of treatment EG complications of surgery. والديدي احنا زودناه خلاص، other cause acute abdominal لو سؤال general IO، اما سؤال specific سألتك في حاجة بقت other cause acute abdominal، والتانية other cause IO at this age. طيب نيونيتال انستانال اوبستراكشن، تيجي سؤال نظري ايوه، وساعتها تاخدها على الجنرال يا جميل، يعني تاخدها على الجنرال، يعني تبدا بديفينيشن يعني اي او وكلاسيفيكيشن، تقولها بسرعه عناوين كده حسب الليفل وسترانجوليشن ولا ماشي الكلام، والباثولوجيكال تايب والباثولوجي باختصار سريع جدا تقول باثولوجي، وكلينيكال بيكتشر جنرال بسرعه، وتقول بقى السبيسيفيك في كل واحده، والانفستيجيشنز على الجنرال، والتريتمنت على الجنرال. مهمة قوي، لو خدتها على الجنرال بقت سهلة جدا جدا جدا، بقى العكس بقى الوقت بتاعك قليل، بقيت عايز تكتب كلام كتير. بس ارجوك وانت نازل في الجنرال ده على طول مبين للراجل ان انت فاكر المهم، فكاتب البديل الاول بايتيولوجي بتاع اي او ات ذيس ايج، وانت ماشي في الكلينيكال بيكتشر بتيجي في حتة بتقول البي ار مثلا، فدون في الهيرش برانج هلاقي كذا، في الميكونيوم بلاج ممكن البي ار ده يكون سبب في التريتمنت، في الاخر تبين لي ان في الانسبكشن مش هلاقي انس، في الامبيرفورت انس ولا ميكونيوم جاي مع اليورين. لما اكتب حته سبيسيفيك وانا شغال اكبرها جدا وتحتيها خط، يبقى انا كده لا انا حولته بيور سبيسيفيك وانه غلط. وبقى معقول يا جماعه ده مكتوب في صفحه ونص؟ لا، اصل هو انا جاي لك بقول لك الجنرال انت عارفه، وده بقى بكلمك على سبيسيفيك فيه، وفي نفس الوقت ما ظهرش قدامي انا كراجل بصلح لك ورقتك انك مش مذاكر نيونيتال انسان ستراكشر، اللي مذاكره الجنرال ومتوهني في الجنرال، ماشي الكلام. وطبعا ما غلطش بقى السورس اوف فلويد والسورس اوف غاز، لا انت كتر خيرك نستند بجاز وفلويدز وخلاص. طيب هيرش برانج يجي سؤال طبعا مهم جدا، وموضوع مهم قوي في حياتك، وتزود فيه ديفرنشال دايجنوزيس بعد اذنك. ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ اما لو جاي بكونستبيشن اذر كوز كونستبيشن في الاطفال اي جي هابيت والكونستبيشن، لو جاي باي او اذر كوز اوف اي او، لو جاي نيونيتال اذر نيونيتال اي او، او لو جايب اي او في اي وقت بعد كده اذر كوز اوف اي او ات ذيس ايج اوف ذا تشايلد، والتريتمنت بتاعه زي ما هو عندك. انوريكتال مالفورميشنز مهمه جدا جدا نظري، ويتزود عليها برضو ديفرنشال دايجنوز اذر كوز اوف نيونيتال انستاينال اوبستراكشن. انت سسبشن، هرجع بقى الورق مين؟
ده الجنرال ما بنذاكرش لده من هنا. اول مره ذكرناه وشرحناه لك من هنا، لكن خلاص كله مكتوب في هذا المكان. ادي الانتا سبسكريبشن، لو ديفينيشن لو كلاسيفيكيشن لو ايتيولوجي لو ايه الجمال ده، لو باثولوجي زي ما انت ماشي معايا، وبروكسمال وديستال وات سايد باثولوجي سترانجوليشن وجنرال ليثال افكتس، ونكتب هنا ايه باثولوجي سترانجوليشن. انت عارفه ان الاول ميكوزا بتموت بعد كده كل ثيكنس واول حاجه بعد 3 ساعات، تكتب الكلام ده زوده بسرعه طبعا، لكن تزوده ليثال افكت تكتبه، فلويد لوس والبرفوريشن تايب اوف بيشنت وسيمتومز. وشوف بقى الابسولوت كونستيبيشن هنا هتفكرك انه بيعدي، لا ريد كارنجيل ستولز. شوف بقى ابسولوت كونستيبيشن هتفكرك بدي. طيب وهكذا تمشي لو سمحت على الورق ده كده هو، وهكذا في السجمويد فولبس لو سمحت. يمكن بس كان فيه لو انا فاكر غلطه وحيده في البريتيك ايلياس في الكلينيكال بيكتشر. لا والله البين ابسنت اهيا. الاوسكالتيشن في الاوسكالتيشن كان في غلطه مكتوب اكسنتويتد انسانال ساوندز في البريتيك ايلياس، لا صلحوها ديد سايلنت ابدو. فانت هتذاكر خلاص من هنا، وفي الديفرنشال نوز باريتيك ايلياس هتكتب الجدول الثاني. اللي هو ايه الجدول الثاني؟ اللي هو الفرق بين باريتيك ايلياس وسترانجوليشن وسيمبل اوبستراكشن. حقيقه الورق ده ربنا يبارك اللي عمله يا رب، رامي واحمد الكنيسي ربنا يسعدهم ويكرمهم. الاوراق دي بتبقى ايه؟ بتبقى فكره مني على السبوره بكتبها، وبيجي حد فيكم محترم جدا يروح منفذ الفكره دي زي دماغي واحسن من دماغي. فبيبقى اكتر من حد ينفذها، بختار واحده منهم بحيث دي اكتر واحده سبقت دماغي كمان، دي اللي بننزلها لكم. طبعا مش محتاج اقول بقى ان ده كله مهم جدا 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 نظري يعني. كولوريكتال تيومرز فاميليال بوليبوزس تيجي، ولو هتزود لها دي ديفرنشال دايجنوزس، يبقى اذر كوزز اوف بوليبوز شبه الهرزيزس واذر كوزز اوف بليدنج بريكتم. كارسينوما كولون وريكتم بقى مهمه. احنا كتبنا زمان ما كانتش مكتوبه كده، بس من زمن طويل اتغير الدنيا لكده. كتبنا كانت مكتوبه كده، كارسينوما سيكم دي عنوان وتمشي فيها من الاول للاخر، بعد كده ريكتم من الاول للاخر، كانت ترانسفيرس كولون كده نص صفحه كده اسنج وهكذا. دلوقتي لا. فلو سمحت لازم تدرب نفسك ان لو جالك السؤال حته من دول حته. طبعا يا اولاد انا عارف ان الاي او ان الكارسينوما اساسا دلوقتي بروبلم سولفنج، سي ليتر بنروح بروبلم سولفنج، بس لو انت مش متعود تحل كويس تكست كويستشنز مش هتعرف تحل كويس ابدا ابدا بروبلم سولفنج. لسه جايين بروبلم سولفنج ان شاء الله باذن الله خلاص قريبا داخلين عليها اهو بعد ما نخلص كل محاضرات التكست كويستشنز ان شاء الله. لكن فلازم تعود نفسك لو جه سؤال سيكم مثلا تحل ازاي من الاول للاخر؟ ببساطه. طب لو جه سؤال ريكتم تحله ازاي من الاول للاخر؟ هتختار المناسب للريكتم الاول. وضحت كده؟ يلا يا سيدي. كارسينوما كولون افترض جاري سيكم مثلا، خلاص هتقول ان السكس اكتر في الفيميلز وان الايج سن كبير. الريكتم العكس انه مي اوكير ان يانجر ايج جروب. الايتيولوجي واحد هنا وهناك. لكن يوريترو كوليك انستيموزا تخص سيجمويد، ما تخصش لا ريكتم ولا سيكم، فما اقولهاش. الباثولوجي مش هقول بقى السايت، هو اختار حته وقال لك عليها، لكن اقول الانزنس بتاعها قد ايه منه، فاقول ان السيكم 25%. جروس بيكتشر زي ما هو بس قلنا اكتر تبقى كولي فلاور ماس. هيستولوجي هو هو. السبريد هختار السبريد بتاع السيكم، وانا بشرح زودتها لك السيكم بيروح فين دايركت والليمفاتيك الباراكوليك ايبيكوليك وانترميديت، تمشي بقى مع الايليوكوليك ليمف نودز بعدين للسوبيرو ميزنتريك ليمف نودز تمام، والبلاد والترانسبيريتونيال زي ما احنا الدوك هو هو والتي ان ام هو هو. الكومبليكيشنز هتقول اي او بس مش كومن في السيكم وانت عارف ليه. بيرفوريشن والبيرفوريشن ده انتيرو كوليك وبازايكو كوليك فيستيولا ممكن تنفع، وبليدنج
والكومبليكيشنز اوف سبريد. كلينيكال بيكتشر متقسمه لوحدها، ادي الرايت كولون اتكتبته لوحده، جنرال اكزام في كله فور اول سايتس، دي مكتوب لك سيكم لوحده مبروك. بس السيكم مش بس ماس رايت ليفت رايت ايلك فصح، لا هو اذر كوز اوف ان اكسبلين لوس اوف ويت في سن كبير، اي جي كارسينوما ستومك صح. انفستيجيشنز زي ما هي عندك. وات تريتمنت، تقسم التقسيمه استقسيمه وتاخد السيكم تقول ان اوبستراكتد اوبرابل، وتقول هنعمل ايه في السيكم. طب لو كان السيكم اوبستراكتد ان اوبستراكتد ان اوبرابل فهتعمل ايه؟ اما تختار السيكم تقوله طب جايب انسان اوبستراكشن وبين قوسين رير تو اوبستراكت لكن جه كده هتعمل ايه؟ وتقوله وما وبعدين تكتب على الكيمو والراديو، هنا كيموثيرابي والليفر ريسكشن. بالمناسبه يا اولاد تقريبا دلوقتي بقى روتين نيو اجفنت كيموثيرابي في الكارسينوما كولو، اعرفوا المعلومه دي لحياتكم، نيو اجفنت كيموثيرابي في الكارسينوما كولو وهكذا. ماشي يا سمن؟ طيب ريكتال برولابس حاططها لك انا مع الورقه بتاعت الانال كنال، هناخدها مع بعض. شكرا شكرا، يا رب يخليكم وافرح بيكم واطمن عليكم. ما وصلناش لورقه ريفيو سابجكتس بتاعت الابدومينال تروما اللي وعدتك قلت لك تخلص النهارده، بس الوقت بيمر وانا عندي ميعاد مهم. ان شاء الله المحاضره الجايه نخلص بارت 2 ان شاء الله. شكرا يا اولاد، ربنا يخليكم.